دلوقتي انت عرفتي ان انت ضربت ابنك بالنار بالغلط صح؟ هو انا ضربت ابني بالنار؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. يا حجه يا حجه ابوس ايدك ركزي معايا. حاضر اهو. انت بتعملي ايه يا حجه؟ بركز. يا حجه بعد اذنك اقعدي وركزي مع الباشا. سيبها سيبها، اتفضلي يا حجه اقعدي اقعدي وركزي. اقعدي. اقعد ولا ركز؟ اقعدي يا حجه وركزي. اقعدي اقعدي يا ماما. اقعدي وركزي. اه انا عايزك تنسي موضوع ابنك ده خالص. علشان مات؟ انا مش هسيب طاري، انا لازم اجيب اللي قتله. يا حجه ابنك ما ماتش اصلا. الله، مش انت لسه قايل انه مات؟ يبقى كنت بتضحك عليا. طب ما انا عارفاك طبعا. عارفاني ازاي يا حجه؟ فيها يا حجه؟ اهدي كده. بص يا حجه، احنا هننسى كل الحاجات دي، احنا خلينا نركز في الموضوع بتاعنا. كان في اتنين انت كنت بتجري وراهم في البنسيون بمسدس، الاتنين دول انت علاقتك بيهم ايه؟ هما مين دول؟ دول يا حاجه، ده تعرفيه؟ جوزي، حبيبي، حبيب قلبي. جوزتيه امتى ده؟ في امشير 88. ده كان شاب جميل في الثلاثينات، كان زي القمر، وكان بيشتغل عند بابا في البنسيون. لما كان ابويا يخرج يروح اي مشوار كنت اخده وروح نقعد نلعب دومينو لغايه ما نقطع بعض. فمره كسبته في توتاله، زعل واتقمص. اتجوزتيه ازاي ده؟ طب وانت مالك اللي مضايقك؟ ايه غيران؟ هات يا حاج بلاش ده بلاش ده. طب ده يا ماما اهو، ده بقى قص الفساد وقص المصايب اللي جات لنا. كنا عايشين في نعيم وكنا مسرحين مع بعض. هو ده اللي حرضه انه يضربني وانا بنام وانا بقوم وانا بقعد وانا باكل، على طول بيضربني. ده بقى اللي سافر معاه الخليج سنة 91 واخده معاه، كان على طول. جوزي دوت بسببه كان بيلسعني بالنار وكان حرمني من الاكل لغايه ما كنت عامله زي الفتله. طيب ولا الكهرباء؟ ايه يا حاجه؟ الكهرباء لما كان بيكهربني كنت بعمل كده. خلاص يا حاجه خلاص اعمل كده يا حاجه خلاص يا ست ابو سيد. يا جدع خدوها من هنا. انا متاكده مشوها من هنا. حقك عليا. ماشي خدوها من هنا. خدوها من هنا. ده الفار. اهدى يا باشا. والله العظيم يا بشوية ما عملت حاجة. اخرس هنا اخرس. والله ما انت هتقول خدوها على الحجز. يا باشا خدوها على الحجز. والنبي يا باشا والنبي يا باشا اطلع يا باشا.